السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا أولاد، معاكم ميس لمياء لطفي من معهد الصفا الأزهري قسم اللغات، معلمة اللغة العربية. النهاردة معادنا مع المحور الثالث، كيف يعمل العالم. الموضوع الثاني، تنوع الثقافات، درس ثقافات الشعوب. الأهداف: ينبغي في نهاية الدرس أن يكون الطالب قادرا على أن يتعرف على الدرس وأن يقرأ الدرس قراءة صحيحة وأن يميل إلى حب اللغة العربية. ماذا تعرف عن ثقافات الشعوب؟ تعالوا كده نشوف مع بعض. ثقافات الشعوب: يتكون العالم من شعوب عديدة، ولكل شعب عاداته وتقاليده في المأكل والملبس والمشرب وممارسة الهوايات. كما يتميز كل شعب عن غيره باللغة التي يتواصل بها والفنون التي يمارسها، وهذا ما يسمى ثقافة شعب. يبقى ثقافة الشعب هي اللي تميزه عن غيره من الشعوب، وبتختلف في العادات والتقاليد والمأكل والملبس والمشرب والهوايات بتاعت كل شعب يعني، وكمان لغة التواصل اللي هي اللهجة. يعني مثلا مصر بتختلف عن عادات وتقاليد السعودية، السعودية بتختلف عن الإمارات، الإمارات بتختلف عن السودان، وهكذا. ولم يكن اختلاف الشعوب فيما بينهما مانعا من تعرف ثقافات الآخرين، لأن هذه المعرفة تذلل عقبات كثيرة في طريقة التواصل بين الشعوب. فعندما نتعرف على عادات أحد الشعوب وتقاليده، نستطيع أن نتعامل معه وتعلم لغة شعب يجعلنا نتواصل معه لفهم وفكرة. وكذلك الفنون، فهي تظهر ثقافة الشعب وقيمه. إن الاطلاع على ثقافات الآخرين يكسبنا تجارب خبرات متنوعة، ويحقق تواصلا ناجحا معهم من أجل تحقيق السلام والتقدم والرقي. يبقى إحنا لما نتعرف على ثقافات شعوب الآخرين، ده بيكسبنا خبرات متنوعة، بنعرف أكتر وبيخلينا عندنا ثقافة أكتر، وكمان بيحقق تواصل ناجح مع الناس دي، مع الشعوب التانية. وكل ده بيهدف في الآخر لإيه؟ لتحقيق السلام والتقدم والرقي. الفكرة الرئيسية بقى اللي موجودة في الدرس، بيتكون العالم من شعوب متعددة. زي ما قلنا إن كل بلد ليها شعبها، وكل شعب بيكون ليه ثقافة معينة. التعرف على الشعوب يساعدنا على التواصل معهم بشكل جيد، والاطلاع على ثقافة الشعوب الأخرى يجعلنا نكتسب خبرات متنوعة. تعالوا نشوف اللغويات. الكلمة ومعناها: شعب هم جماعة من الناس، تقاليد عادات، مانعا حاجزا، تذلل تسهل، عقبات صعوبات، الاطلاع التعرف. طيب الكلمة من ضدها: يتواصل عكسها يتقاطع، اختلاف عكسها اتفاق، مانع عكسها سامح، تذلل عكسها تصعب، ناجح فاشل، التقدم التأخر. طيب تعالوا نشوف المفرد والجمع. مشرب جمعها مشارب، ملبس جمعها ملابس، معرفة جمعها معارف، تقليد تقاليد، هواية هوايات، الفن الفنون، عقبة عقبات. تعالوا نشوف أهم الأسئلة اللي موجودة في الدرس عندنا. مما يتكون العالم؟ قلنا إيه؟ يتكون العالم من شعوب متعددة. برافو. بما يتميز كل شعب؟ يتميز باللغة والفنون. ما الذي يذلل العقبات في طريقة التواصل بين الشعوب؟ معرفة ثقافة الآخرين. زي ما قلنا إن الثقافة بتختلف من شعب لآخر. ما أهمية الاطلاع على ثقافة الآخرين؟ لما قلنا إيه اللي هيخلينا إن إحنا يزيد ثقافتنا عن الشعوب التانية، ده هيخلينا نوصل لإيه؟ بيكسبنا خبرات متنوعة ويحقق تواصل ناجحا معهم. وبكده نكون خلصنا، والواجب بتاعنا حل تدريبات الشيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.